16 راس مشارك في هذا الشوط. إذن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة 16 من الجياد للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الثالثة لمسافة 1750 متر، ومحاولة التقدم هنا بالشعار الأسود مع ضمير للسيد محمد خميس الكعبي والخيال أنس سيابي. في المركز الثاني محاولات كذلك من وسط الجياد مع نوبل بترون ملك السيد مشعل بن علي العطية والمدرب جاسم الغزالي والخيال مؤنس سيابي. الجياد بعد الانعطاف الأول نشاهد وإياك تقدم الشعار العنابي والأبيض نوبيل بترون سلالة شمرد المركز الأول، محاولات أيضا من الشامان من الجهة الخارجية للسيد حمد المالك الجهني والخيال عبد الله راشد الهاجري، محاولات أيضا ساسكس رقم ثلاثة سلالة دباوي من تدريب محمد بن حمد العطية ملك السادة مربط الجريان والخيال تيغوشي في المركز الثالث، أيضا محاولات من شعار السادة مزرعة الوسمية في المركز الرابع بينما ضمير ومحاولة تقدم بالماري كذلك من الجهة الخارجية للبدع ريسينج من تدريب محمد خالد الأحمد والخيال قيس البسعيدي. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث والأخير في هذا الشوط نشاهد ثلاثة جياد أو أربع جياد في المقدمة نوبل بترون وأيضا الشامان وأرابيك شانل، ولكن محاولات ساسكس من الجهة الخارجية ضمير من الجهة الداخلية أكثر من راس محاولة قوية في هذا الشوط، ولكن السيد مشعل بن علي العطية في المقدمة ضمير محاولة من الجهة الداخلية لاستعادة الصدارة مرة أخرى بهذا الشعار بالشعار الأسود للسيد محمد خميس الكعبي وأنس السيابي، محاولة أيضا من الجهة الخارجية بالشعار الأصفر والأسود ومتابعة قوية لكل الجهة نحو المقدمة هزل محاولة، ولكن ضمير إلى المركز الأول والصدارة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، and the official results for the fifth race of the evening, the winner horse number 12 Lamir, owned and trained by Mohammed Khamis Isa Al Kabi, ridden by Anas Al Sayebi. Second horse number 11, Hez Darlin, owned by Said Ibrahim Said Al Malki, trained by Hadi Ramzani, ridden by Abdullah Faisal. Third horse number 4, Zulu Tracker, owned by Wethnan Racing, trained by Alban Demil, ridden by Alberto Sana. Fourth horse number 14, Yardan, owned by Wethnan Racing, trained by Alban Demil, ridden by Carlos Enrique. And in fifth place, horse number 7, Noble Patron, owned by Mr. Michel Benali Latia, trained by Jasmine Al-Ghazali, ridden by Munes Al-Sahibi.